دكتور أشرف، أهلا بك مرة أخرى. يعني الآن في ظل هذه المعطيات، ازدياد الأرض تحترق والسيناريوهات كثيرة المتوقعة، برأيك ماذا يمكن أن يقدم الآن المبعوث الأمريكي القادم إلى لبنان هذا اليوم، يوم الاثنين، من حلول لوتيرة العدوان المتواصل على لبنان دون هوادة ودون توقف؟ يعني المبعوث الأمريكي مع الإدارة الأمريكية لمنتظر انتخابات، كما أشار أستاذنا الكبير أشرف العشري، لا نؤمل على الإدارة الأمريكية لأن موقفها متراخي متباطئ. يعني كانت التوقعات، وكنت أنا شريك مع أستاذ أشرف العشري في برنامج كلام في السياسة مع الأستاذ الطاهري، كنا في فبراير أو مارس كان عندنا تصور، أو أنا كان عندي تصور في الوقت ده إن الحرب المفروض، وأنا بتكلم عن وضع عقلاني، إنها كانت لازم تقف يعني في شهر أبريل أو مايو على الأكثر. يعني الوضع اللي ماشي فيه نتنياهو هو وضع الجنون بعينه، لأن لا يملك سياسة ولا يملك تحقيق هدف المطلوب إن هو بيتحقق في الأيام الجاية. قتل المدنيين في غزة هو نفس السيناريو اللي ماشي عليه في جنوب لبنان. الجماعات اللي ليست بدول، الولايات المتحدة تعلم جيدا يعني، وتنقل لدولة الاحتلال علمها ده، وهم عارفين لأنهم عندهم معلومات استخباراتية مع بعض وعندهم تدريبات مشتركة مع بعض وفاهمين. وده اللي مخلي الأمريكان هنا في حالة يعني برضو مش فاهمين نتنياهو ده بيتصرف ازاي، ان الجماعات التي ليست بدول، حماس، الحوثيين، حزب الله، الجماعات اللي في العراق، ما تقدرش تخلص عليهم، ولكن سيظل تيت فور تات، واحده بواحده. طيب الولايات المتحده مميزه بين لبنان وبين غزه، قالت غزه هم هجموا على الاسرائيليين وقتلوا الاسرائيليين، في لبنان بلد أكبر شوية، لبنان مش كلها حزب الله، وبالتالي هم المفترض أن أمريكا شايفة أن موضوع لبنان الطرف الفرنسي أو اليونيفيل والإيطالي والأوروبي متدخل في هذا الشأن. الأوروبيين طبعا أعضاء في حلف الأطلنطي، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، فالموقف في لبنان حيزداد سخونة ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن أوروبا فعليا بدأ يحدث في انفصال في الموقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وده تحذير لنتنياهو. دليل على ذلك أن الحديث اللي حصل بين نتنياهو وماكرون، ماكرون قال له أنت بتضرب اليونيفيل بتوقعه الأمم المتحدة هي اللي اعترفت بيكم، نتنياهو رد عليه بعجرفه قال لك لا احنا اللي عملنا دولتنا واعترفنا وقتلنا. ده نفس الكلام اللي كان بيتقال زمان لما عملوا 67 وحسوا ان هم اكبر من الولايات المتحده واكبر من العالم. نعم. دخلوا في حرب 73، سابوهم الست ايام الاوائل لما خدوا علقه محترمه، وبعد كده قال لك الحقونا احنا مش قادرين نواجه المصريين والسوريين، هيخشوا تل ابيب. هو ده واقع يتكرر للأسف مع هذا نتنياهو، وكان قبله كده سياسيين، قبل كده إسرائيليين. إذن دكتور أشرف، أنت تتكلم عن عجرفة جديدة.